عائلة ورفاق الشهيد شكري بالعيد اختارت هذه المرة مقر المحكمة الابتدائية لتنظيم وقفة احتجاجية عبرت فيها عن تخوفها من تحويل سير التحقيق في قضية الاغتيال. هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد عبرت من جهتها عن غياب الحيادية في مجرى التحقيقات خاصة الامتناع على سماع سيف الإعدام. غياب ومعطيات جديدة في قضية بالعيد رغم ما اتخذته القضية من نسق سريع في بدايتها إلى جانب غياب المعلومات المؤكدة عن المكان الحقيقي للقاتل أصبحت تثير مخاوف من طمس الحقائق في القضية.